تعالوا بقى نعمل حاجه محببه قوي، كفته الرز. نعملها ازاي؟ بلحمتنا العاديه اللي في البيت، ان شاء الله يكون لحمه ضاني، لحمه كندوز، اي نوع لحمه. ايه بقى اللي هيظبطها لي كفته الرز دي؟ دي بتغلبنا وبتاي بتفك مننا وتشق مننا، بتبقى حاجات غريبه كده. طيب نعمل ايه؟ هو نص كيلو اللحمه الجميل بتاعنا دوت اللي احنا واخدين عليه، عليه كوبايه بحالها من دقيق الرز، او اطحني الرز خدي منه كوبايه. يعني هتطحنيه ازاي لو ما فيش عندك دقيق رز ولا حاجه؟ بتغسلي كوبايه الرز مثلا او كوبايه وشويه، ده بيبقى اكتر من كوبايه الرز، تبقى المطحون ده بيبقى اكتر من الكوبايه، مش نفس المعيار طبعا. هتغسليها حطيها في مصفى وسيبيها، وبعد كده تسيبيها تنشف وبعدين اطحنيها، يعني سيبيها تنشف خالص. هتطحن معاكي بمنتهى البساطه، هناخد منها كوبايه وتبقى حطيه في الثلاجه نستعمله برده. فعندي هنا كوبايه من دقيق الرز، كوبايه من الشعريه، كوبايه من الشعريه، خضره، شبت، بقدونس، كزبره، بصل، وعايز بقى توم، صلصه، كل الكلام اللي كفته الرز بقى العادي. تمام، انا هحمرها لكم. وفين الصلصه؟ مش عاملين صلصه ولا ايه يا ولاد؟ يعني هي مش مشكلتنا قوي الصلصه، مشكلتي قوي الكفته، يعني ممكن نحمرها حتى بس وبعد كده ايه احطها في صلصه، انتم براحتكم بقى، بس انا عايزه اوريكم الكميه، ولو في وقت هعمل لكم الصلصه برضو، لان الصلصه ما فيهاش حاجه خالص، انا بعملها بتوم بس. يعني ايه؟ بحمر التومه في شويه زيت وبعدين اروح حطاها في الايه، حطاها في ال عليها عصير الطماطم وسيبها تتسبك نص تسبيكه، انزل فيها الكفته. انا بقى باخد الشعريه، كوبايه الشعريه دي اطحنها حلوه قوي في مطحنه الايه، التوابل، مطحنه ايه، التوابل. هنطحن الشعريه، تديني دي بقى تماسك للايه؟ للكفته. اهي كده لسه كمان طحنه، اهي بصوا كده، اهي شايفينها؟ اهي لسه فتفيت كده، هنطحنها تاني. كوبايه من الشعريه، كوبايه من دقيق الرز. ممكن كده حلو. انا بس الاول عايزه هنا اطحن البصلايه، طبعا مش مفرومه كده، البصلايه لازم تطحن حلو. ايه ايه ده؟ مين كلمك انت؟ مين كلمك؟ عندي هنا حاجات شغاله لوحدها اهو. ولا غطا ولا مستنيين اي حاجه من حد. نطحن البصلايه حلو او نبشرها. طحنت كده، هنزل عليها الشعريه، ناخد نص الكوبايه التاني. هطحن حلو قوي، اهي دي كده الطحن الشعريه حلو. هاخدها بقى واحطها على ايه؟ انا عايزه اوريكم قوام الشعريه، ما هياش دقيق، ما هياش دقيق زي كسكسي. ادي كده كوبايه ايه؟ الشعريه وكوبايه دقيق الرز، عليهم الخضره. يبقى انا حطيت البصل الاول طحنتها، كوبايه الشعريه المطحونه وكوبايه دقيق الرز. وهناخد بقى من الخضره شبت، بقدونس، كزبره، حط ده بقى الملح، لسه اللحمه ما حطيتهاش. الملح نقول كده ايه، معلقه صغيره مليانه او اكتر شويه، اكتر شويه، معلقه ونص مثلا عشان تبقى حقيقها حلو، ومعلقه فلفل عشان دي الكميه دي تبقى كبيره ان شاء الله. عايزاها حراقه، عايزينها حراقه، هنضيف قرن فلفل حامي مع الخلطه كده.
بص لما تلاقوها ناشفه كده هنزود هنزود شويه ميه. ميه مش كتير خالص. ساعات مثلا ساعات لا، ساعات ما اعوزش ميه لان هي ساعات بتبقى ايه؟ البصله بتبقى فيها ميه كتير. بسم الله. قول له. ثانية واحدة. اوكي. معاك. هاخد هنا بقى. نعمل حبة حبة. اوكي انا بيهمني. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش بحل موقف. حط اللحمه في النص بقى واخلط كويس جدا اللحمه مع كل المكونات دي. بس والله خلصت كفته الرز، هي بس ده اللي عطلنا ان هي ما بتاخدش معانا وقت خالص. قول قول قول. بصوا هطحنها بالشكل كده. ايه اللي انا بعوزه ان انا ممكن احطه لها برده قدامك اهو؟ معلقه ميه، معلقتين بس من الكبار شويه دول، بس بس مش كبشتين، معلقتين كبار شويه. بصوا بقى انا كده صبعت خلاص الايه الكفته بتاعه الرز. كفته الرز دي انا ضفت لها معلقه كبيره بيكنج باودر، ضفت لها ايه معلقه كبيره بيكنج باودر. نركز قوي في الموضوع ده، اي كفته بعملها بحط لها بيكنج باودر. سر الكفته اللي ما تكشش معانا وما تشققش البيكنج باودر، تمام؟ مهم جدا. وبنحمر في كفته الرز. بس كفته الرز التحفه دي بقى حمرها حلو قوي. اقول لك اعملهم في العيد كده من غير صلصه، حطها لهم ياكلوها كده هينبسطوا قوي.